بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلبة إلى درس جديد من دروس اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر. أعزائي الطلبة، هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا لهذا اليوم. أولاً، يتعرف المتعلم الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر. ثانياً، يتعرف المتعلم سبب كتابة الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر. ثالثاً، يكتب المتعلم الكلمات المتضمنة الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر. أعزائي الطلبة، تعرفنا في دروس سابقة على كيفية كتابة الهمزة المتوسطة على الألف وعلى الواو وعلى الياء. ولمعرفة كتابة الهمزة المتوسطة، يجب أن ننظر أولاً إلى حركة الهمزة وننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها ونكتبها على الحرف الذي يناسب أقوى الحركتين. فهل هذه القاعدة تنطبق على كتابة الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر؟ وهل هناك حالات شاذة خاصة بكتابة الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. أما الآن فهيا بنا نتذكر ما يلي. عزيزي الطالب، انظر وركز معي. تذكر: الكسرة تلفظ ب، الضمة تلفظ بو، الفتحة تلفظ با، السكون وهو علامة وليس حركة وتكتب بهذا الشكل. وتذكر أيضاً الحركات حسب ثقلها: أثقل الحركات الكسرة، ثم تليها الضمة، ثم تليها الفتحة، أما السكون فهو علامة وليس حركة. انظروا معي إلى كل حركة من الحركات وما يناسبها من الحروف. ماذا يناسب الكسرة؟ الياء، أحسنتم. وماذا يناسب الضمة؟ الواو، ممتاز. وماذا يناسب الفتحة؟ الألف. أما السكون علامة وليس حركة. أعزائي الطلبة، انظروا معي إلى هذه الكلمات: سئل، تفاؤل، رأس، قراءة. جميع هذه الكلمات الهمزة فيها متوسطة. جاءت الهمزة متوسطة على ياء في قولنا سئل، وجاءت الهمزة متوسطة على واو في قولنا تفاؤل، وجاءت الهمزة متوسطة على ألف في قولنا رأس، وجاءت الهمزة متوسطة منفردة على السطر في كلمة قراءة. ما تعريف الهمزة المتوسطة؟ أحسنتم. إذن الهمزة المتوسطة هي الهمزة التي تقع وسط الكلم. أحبائي الطلبة، درسنا لهذا اليوم سنتناول فيه الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر كما في قولنا قراءة. هيا بنا نتعرف على ذلك من خلال هذا المثال: القراءة تغذي العقل وتثقف الإنسان. انظروا إلى كلمة
القراءة، فقد جاءت الهمزة فيها متوسطة منفردة على السطر. هل تذكرون القاعدة الخاصة بكتابة الهمزة المتوسطة؟ هيا نتذكرها معاً. أحسنتم. لكتابة الهمزة المتوسطة ننظر إلى حركة الهمزة، ثم ننظر إلى حركة الحرف السابق لها ونكتبها على ما يناسب أقوى الحركتين. انظروا معي إلى حركة الهمزة في كلمة قراءة. ما حركتها؟ الفتحة. ممتاز. وما حركة الحرف الذي سبقها؟ السكون. نحن نعلم أن الفتحة أقوى من السكون، وهنا نشاهد أن الهمزة كتبت على السطر ولم تكتب على الألف. لماذا؟ ما الذي حدث؟ انظروا وركزوا جيداً معي. لكتابة الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر ننظر إلى حركة الهمزة، وهنا حركة الهمزة الفتحة، ثم ننظر إلى الحرف الذي سبقها ولا ننظر إلى حركته. لذا هيا بنا نرى ذلك. انظروا إلى كلمة القراءة في هذا الجدول. ما الحرف الذي قبل الهمزة؟ الألف الساكنة. وما حركة الهمزة؟ الفتحة. إذن ما سبب كتابة الهمزة بهذا الشكل؟ نقول كتبت الهمزة بهذا الشكل لأن الهمزة مفتوحة وقد سبقت بألف ساكنة. إذن ماذا نستنتج؟ نستنتج التالي: أعزائي الطلبة، نستنتج تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا جاءت مفتوحة بعد ألف ساكنة. وبطبيعة الحال هذه القاعدة تختلف عن القاعدة الأساسية بالنظر إلى حركة الهمزة وحركة الحرف السابق لها، ثم تكتب الهمزة على ما يناسب أقوى الحركتين. انظروا معي إلى هذه الأمثلة: عباءة، إساءة، براءة. ما نوع هذه الكلمات؟ أحسنتم، هي أسماء جاءت الهمزة فيها متوسطة منفردة على السطر. أما في تساءل، تضاءل، تشاءم، فهي أفعال جاءت الهمزة فيها متوسطة منفردة على السطر. فكما تلاحظون في جميع هذه الكلمات جاءت الهمزة مفتوحة وسبقت بألف ساكنة، لذا كتبت الهمزة متوسطة منفردة على السطر بهذا الشكل. انظر معي إلى هذا المثال: المكتبة مملوءة بشتى أنواع الكتب. انظروا إلى كلمة مملوءة، فقد جاءت الهمزة متوسطة منفردة على السطر. لماذا؟ لأنها مفتوحة وسبقت بحرف ساكن. هل هنا ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى حركة الحرف السابق لها؟ بالتأكيد لا، بل ننظر إلى حركة الهمزة ثم ننظر إلى الحرف السابق لها. هيا لنرى ذلك. انظر معي إلى كلمة مملوءة. ما الحرف الذي قبل الهمزة؟ الواو الساكنة. وما حركة الهمزة؟ الفتحة. ممتاز.
بحسب القاعدة السابقة التي تعلمناها في درس سابق، إذا كانت الفتحة على الهمزة وسبقت بحرف ساكن، فإن الهمزة تكتب على الألف، ولكن هنا ننظر إلى حركة الهمزة، وننظر إلى الحرف السابق لها، وهو الواو الساكنة. إذن ما سبب كتابة الهمزة المتوسطة منفردة على السطر في كلمة مملوءة؟ نقول: الهمزة مفتوحة وسبقت بواو ساكن، لذلك كتبت الهمزة على السطر. انظروا معي إلى هذه الصورة، ماذا نقول؟ أحسنتم، الشمس ضوءها ساطع. ما نوع هذه الجملة؟ جملة اسمية، ممتاز. انظروا إلى كلمة ضوءها، فقد جاءت الهمزة فيها مضمومة وسبقت بحرف ساكن، لذا حسب القاعدة التي تعلمناها سنقول: يجب أن تكتب الهمزة على واو، ولكنها لم تكتب على واو، وبالتالي يجب علينا أن ننظر إلى حركة الهمزة، ثم ننظر إلى الحرف السابق لها، وليس إلى حركة الحرف السابق. انتبهوا جيداً، الكلمة ضوءها، ما الحرف الذي سبق الهمزة؟ الواو الساكنة، ممتاز. وما حركة الهمزة؟ الضمة، أحسنتم. ما سبب كتابة الهمزة بهذا الشكل؟ ممتاز، أنتم رائعون. نقول: الهمزة مضمومة وسبقت بواو ساكنة. إذن ماذا نستنتج أعزائي الطلبة مما سبق؟ أحسنتم، نستنتج: تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا جاءت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة. نعيد: تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا جاءت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة. وهذه أمثلة على ذلك، انتبهوا جيدا: مبدوءة، مقروءة، ضوءها موءودة. انظروا إلى الكلمة الأولى، مبدوءة، الهمزة مفتوحة وسبقها حرف ساكن، مقروءة، الهمزة مفتوحة وسبقها حرف ساكن، ضوءها، الهمزة مضمومة وسبقها حرف ساكن، موءودة، الهمزة مضمومة وسبقها حرف ساكن، لذلك جميع هذه الكلمات كتبت فيها الهمزة على السطر. إلى هنا أعزائي الطلبة، نكون قد تعرفنا على حالات كتابة الهمزة المتوسطة المنفردة على السطر، والآن ننتقل إلى كتاب النشاط لحل التدريبات. أعزائي الطلبة، انتبهوا جيداً لحل التدريبات. السؤال الأول: اكتب الكلمات الآتية: يتفاءل، تضاءل، يتساءل، البراءة، المروءة، مملوءة، القراءة، عباءة. انتبهوا جيدا إلى هذه الكلمات، جميع هذه الكلمات أتت فيها الهمزة على السطر. كلمة يتفاءل كتبت الهمزة على السطر وقد جاءت مفتوحة وسبقت بألف ساكنة، كذلك في كلمة تضاءل وكلمة تساءل وكلمة البراءة.
كلمة المروءة كتبت فيها الهمزة على السطر، جاءت الهمزة مفتوحة وما قبلها حرف ساكن، كذلك في كلمات مملوءة، القراءة الهمزة مفتوحة وسبقت بألف ساكنة، كذلك في كلمات عباءة، الهمزة مفتوحة وسبقت بألف ساكنة، لذلك كتبت الهمزة على السطر. عزيزي الطالب، يجب أن تكتب هذه الكلمات في الجهة المقابلة من الجدول كما تشاهدون ذلك. ننتقل إلى السؤال الثاني. اقرأ الجمل الآتية، وضع خطاً تحت كل كلمة تحتوي همزة متوسطة منفردة على السطر. الجملة الأولى: القراءة مفتاح العلم. القراءة، الهمزة مفتوحة وسبقت بألف ساكنة، لذلك كتبت الهمزة على السطر. إذا القراءة تحتوي على همزة متوسطة منفردة على السطر، نضع تحتها خط. الجملة الثانية: لا تقابل الإساءة بالإساءة. لدينا هنا الكلمتين إساءة وإساءة، نضع تحتهما خط. الجملة الثالثة: يدعي المذنب البراءة أمام القاضي. البراءة كلمة تحتوي همزة متوسطة منفردة على السطر، نضع تحتها خط. الجملة التالية: توائم طبع الصديقين فاستمرت صداقتهما. ما معنى كلمة توائم؟ توائم أي توافق، وهي كلمة تحتوي على همزة متوسطة منفردة على السطر، نضع تحتها خط. إن أبناءكم أمانة فحافظوا عليها. كلمة أبناءكم هي اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أبناءكم كلمة تحتوي على همزة منفردة على السطر، نضع تحتها خط. تراءى هلال رمضان للناس. تراءى كلمة تحتوي على همزة متوسطة منفردة على السطر، لذلك نضع تحتها خط. ما إعراب كلمة تراءى؟ تراءى فعل ماض مبني على الفتحة المقدرة على الألف، وهلال هي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أحسنتم. ننتقل الآن إلى الصفحة التالية من كتاب النشاط. والسؤال الأول: ضع الكلمة المناسبة في مكانها الصحيح من الجمل الآتية. لدينا مجموعة من الكلمات ولدينا مجموعة من الجمل، علينا أن نختار لكل جملة من هذه الجمل الكلمة المناسبة لها من بين هذه الكلمات. الكلمات يتشاءم، تتفاءل، يتثاءب، قراءة، عباءة، نساءهم. الجملة الأولى: ألف، اعتاد ابني فراغ القرآن كل صباح. ما هي الكلمة المناسبة لهذه الجملة؟ أحسنتم، اعتاد ابني قراءة القرآن كل صباح. لاحظوا كلمة قراءة تحتوي على همزة متوسطة منفردة على السطر. الجملة الثانية: باء، طرزت فراغ أختي بخيوط ملونة. ما هي الكلمة المناسبة؟ طرزت نساءه، ها طبعا إجابة خاطئة. طرزت تتفاءل، أكيد إجابة خاطئة. ما هي الإجابة الصحيحة؟ أحسنتم،
طرزت عباءة أختي بخيوط ملونة. الجملة الثالثة تاء: يحترم المجتمع فراغ. ماذا يحترم المجتمع؟ أحسنتم، يحترم المجتمع نساءه. ما أعرب كلمة نساءه؟ ممتاز، نساءه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. الجملة الرابعة ثاء: المجتهدة فراغ بالنجاح. ما هي الكلمة المناسبة لهذه الجملة؟ نقول: المجتهدة يتشائم؟ طبعاً لا. المجتهدة يتثاءب؟ طبعاً لا. إذا الكلمة المناسبة تتفاءل، المجتهدة تتفاءل بالنجاح. أحسنتم، ما إعراب كلمة تتفاءل؟ ممتاز، تتفاءل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى الجملة التالية جيم: لا فراغ العاقل من أي شيء. ما هي الكلمة المناسبة؟ أحسنتم، لا يتشائم العاقل من أي شيء. انظر إلى كلمة يتشائم، هذه الكلمة تحتوي على همزة متوسطة منفردة كتبت على السطر. ما سبب كتابة الهمزة على السطر في كلمة يتشاءم؟ أحسنتم، جاءت الهمزة مفتوحة وسبقت بألف ساكنة، لذلك كتبت على السطر. الجملة حاء، وهي الجملة الأخيرة: عند الشعور بالنوم فراغ الإنسان. ماذا يفعل الإنسان عند شعوره بالنوم؟ أحسنتم، يتثاءب. نقول: عند الشعور بالنوم يتثاءب الإنسان. ما إعراب كلمة الإنسان؟ ممتاز، الإنسان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ننتقل إلى السؤال الثاني: اكتب الكلمات التي تحتها خط فيما يأتي. لنقرأ هذه الجمل. الجملة الأولى: إن حب الوطن فطرة، وإن فداءه واجب. الجملة الثانية: أتفاءل بمنظر الورود. الجملة الثالثة: إن براءة الأطفال سر جمالهم. الجملة الرابعة: جعلني الله فداءك يا بلادي. انظروا معي إلى هذه الجمل، لدينا في كل جملة كلمة وضع تحتها خط: فداءه، أتفاءل، براءة، فداءك. جميع هذه الكلمات تحتوي على همزة متوسطة منفردة كتبت على السطر. المطلوب أن نكتب هذه الكلمات مرة ثانية في مقابل الجملة، أي أن نعيد كتابتها ثانية. انظروا معي إلى الجملة الأولى: إن حب الوطن فطرة، وإن فداءه. كلمة فداءه، ما سبب كتابة الهمزة على السطر؟ أحسنتم، الهمزة جاءت مفتوحة وسبقت بحرف ساكن، لذلك كتبت على السطر. ما إعراب كلمة فداءه؟
إن فداءه واجب. ممتاز، فداءه اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة. الجملة الثانية: أتفاءل بمنظر الورود. ما إعراب كلمة أتفاءل؟ أحسنتم، أتفاءل فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ممتاز. في الجملة الثالثة: إن براءة. كلمة إن ماذا تفيد؟ أحسنتم، إن حرف مشبه بالفعل يفيد التوكيد، يدخل على الجملة الاسمية، ينصب المبتدأ ويسمى اسمها، ويبقي الخبر مرفوعاً ويسمى خبرها. ننتقل إلى السؤال الثالث: استخرج من الفقرة الكلمات المحتوية على همزات منفردة على السطر. لدينا فقرة نقرأها أولاً ثم نقوم باستخراج الكلمات التي تحتوي على همزات منفردة على السطر. نقرأ هذه الفقرة: تساءل الذئب عن سر مساعدة الرجل له، وتراءى له أن الرجل رقيق القلب، وأن صفاءه نابع من خبرته في الحياة، وتفاءل كثيراً بعد أن أصبح صديقين. نعيد القراءة ثانية ليتسنى لنا استخراج الكلمات التي تحتوي على همزات منفردة على السطر. تساءل، هل هذه الكلمة احتوت على همزة متوسطة منفردة على السطر؟ نعم، أحسنتم. نتابع القراءة: تساءل هي كلمة احتوت على همزة متوسطة منفردة على السطر. الذئب احتوت على همزة متوسطة؟ نعم، لكن هذه الهمزة ليست منفردة، إنما كتبت على الياء. عن سر مساعدة الرجل له، وتراءى كلمة تحتوي على همزة متوسطة منفردة على السطر. له أن الرجل رقيق القلب، وأن صفاءه، كلمة صفاءه احتوت على همزة منفردة متوسطة على السطر. نابع من خبرته في الحياة، وتفاءل، كلمة تفاءل احتوت على همزة متوسطة منفردة على السطر. وتفاءل كثيراً بعد أن أصبحا صديقين. انظروا إلى الكلمات التي احتوت على همزات منفردة على السطر. من يقرأها لنا ثانيتان؟ أحسنتم، تساءل، تراءى، صفاء، تفاءل. أعزائي الطلبة، تذكروا دائماً تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا جاءت مفتوحة بعد ألف ساكنة، وتذكروا أيضاً تكتب الهمزة المتوسطة على السطر إذا جاءت مفتوحة أو مضمومة بعد واو ساكنة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أتمنى لكم الصحة والسلامة،
وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.